اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. Today ان شاء الله we are going to take lesson 3 which is entitled the ISOCless Triangle. الدرس بتاعنا النهارده انا بعتبره ريفيجن على معلومات انت خدتها في الماضي. انت خدت حاجات في جريد 5 خدت حاجات في جريد 6 تخص isosceles Triangle، النهارده يعتبر هنراجع عليها كلها مفيش جديد. يعني مش هتلاقي حاجه جديده خالص درس سهل جدا ومسائله سهله جدا وهتلاقي الدنيا ماشيه معاك كويس في الدرس ده. طيب قبل ما نتكلم على الايزوسلس تريانجل تعال ناخد فكره كده كان الكلاسيفيكيشنز بتاعت التريانجلز عباره عن ايه؟ اه التريانجلز انا لما كنت باجي اقسمها كنت بقسمها اكوردنج تو الانجلز واكوردنج تو اللينس اوف زير سايدز يعني كان ليها تقسيمتين لو هقسمها اكوردنج تو الانجلز كنت بقول ان انا عندي الاكيوت انجلز والاوبتيوس انجلد والايه والرايت انجلد على حسب الزوايا على حسب اسماء الزوايا كنت بسمي الايه التريانجل طيب في عندي كلاسيفيكيشن تاني مشهور اللي هو اكوردنج تو سايدز لو عندي السايدز مختلفه لو عندي السايدز مختلفه بسميه السكالين تريانجل يعني هتلاقي السايد ده مش قد ده مش قد ده الثري سايدز ار ديفرنت تاني نوع من انواع التريانجلز اللي هو الايسوسلس تريانجل ده بتلاقي فيه تو سايدز ار كونجرونت يعني ايكوال دايما في الجيومتري ما بنستعملش كلمه ايكوال كتير يعني لما بنيجي نعمل ايكواليتي ما بين السايدز او الانجلز بتلاقي كلمه كونجرونت كتير يعني انا عندي السايد ده قد السايد ده في حاجتين مشهورين هنا في الـ بالنسبه للايسوسلس بسمي الانجلز اللي تحت دول بسميهم البيز انجلز وبسمي البوينت دي بسميها الفيرتكس انجل يعني عندي الانجلز اللي جوه عندي الفيرتكس انجل ودول بيز ايه بيز انجل طيب ثالث نوع من انواع التراينجلز اللي هو الايكوالاترال تراينجلز اللي بتلاقي كل السايدز في ايه قد بعض تعالوا نشوف أول حاجة معانا بالنسبة للإيسوسلس ترانجل اللي هرجع عليها. سيروم 1 بتقول The base angles of the isosceles triangle are congruent. يعني إيه؟ يعني لو عندي triangle ABC ال AB قد ال AC هتلاقي إن الأنجل دي قد الأنجل إيه؟ قد الأنجل دي. هو بيقول لك الأنجل دي 40 وأنت عارف إن هما كلهم كام؟ 180. يعني الميجر of angle B بلس الميجر of angle C هيكوال معايا ال 180 ماينس الايه؟ ال 40 اللي هي 140 ايه؟ ديجريز والاثنين دول قد بعض يبقى اي واحده فيهم يعني الميجر اوف انجل بي هتيكوال معايا الميجر اوف انجل سي هتيكوال معايا ال 140 ديفايد 2 اللي هي ايه؟ 70 ايه؟ ديجريز طبعا الكلام ده احنا واخدينه قبل كده كلام سهل جدا هتلاقي الليسون كله ان شاء الله مراجعه على الحاجات اللي خدتها قبل كده تعال نشوف مع بعضنا التور ماركس دول بيجوا في الكمبليت بيقول لي بوث اوف ذا بيز انجلز في الايسوسلس ترينجل ار اكيوت ده طبيعي لان هم لو الاثنين رايت هيعملوا هم الاثنين 180 ما ينفعش لازم يكونوا اكيوت طيب بالنسبه للفيرتكس انجل آه, دي ممكن تكون اكيوت ممكن تكون رايت right, ممكن تكون اوبتيوس طب تعال نشوف اكزامبل 1 الترينجل انت شايفه قدامك ده بيقول لك فايند الميجر اوف انجل اي سي دي اي سي دي عايزين نجيب دي طبعا مسائل سهله جدا لو جبنا حد في بريب 1 يحلها بسهولة يعني هنقول مع بعضينا in triangle ABC since in ال AB equal ال AC يبقى then ال of angle B equal ال -Measure of angle AC هي equal ايه هي equal 180 minus ال 42 divided 2 180 minus 42 يديني الاثنين دول مع بعض divided 2 يديني واحدة يبقى هي equal معايا 0 2 ما ينفعش يبقى دي كده عندي 10 7 10 2 equal 8 و 7 4 equal 3 138 130 8 divided 2 اللي هي 69 eight degrees طيب الاكزامبل اللي بعد كده اكزامبل 2 في الاوبزيت فيجر بيقول لي زي ما انت شايف كده الحاجات الجيفن بروف ذات اي دي اثبت ان الاي دي ايكوال اي اي خد بالك الاكزامبل ده انا بعتبره مهم جدا لان مبني على فكره congruence اللي انت خدتها السنه اللي فاتت ففكره الحل ممكن تتوه على ناس كتير ان انت هتستغل ان الترينجل اي بي دي كونجرونت لاي سي دي وهتديوس ان الاي دي ايكوال اي سي تعال شوف نحلها ازاي هنقول ان ترينجل اي بي سي since ان الاي بي ايكوال الاي سي يبقى ذن الميجر اوف انجل اي سي بي هتيكوال الميجر اوف انجل اي بي سي يعني الانجل دي قد مين الانجل دي عشان ده ايسوسلس عندي طيب لما تكون دي قد دي والاثنين ستريت انجلز يعني دي ستريت انجل ودي ستريت انجل يبقى دي قد ايه قد دي وهنقول هنا سنس ان الميجر اوف انجل بي دي سي بتيكوال الميجر اوف انجل بي سي اي ايكوال 180 ديجريز يبقى زين لما الانجل دي اسبتراكت منها الانجل دي هتيكوال الانجل دي لما سبتراكت منها الانجل دي يبقى زين الميجر اوف انجل بي دي سي اللي هي دي بي دي سي اشيل منها دي بقى ماينس الميجر اوف انجل اي بي سي الكلام ده هييقول ايه؟ هييقول الميجر اوف انجل بي سي اللي هي دي لما اشيل منها دي ماينس الميجر اوف انجل الاي بي يبقى على طول زن الميجر اوف انجل اللي هي دي بقى الانجل دي هتيكوال مين الانجل دي يبقى الميجر اوف انجل اي بي دي هتيكوال معانا الميجر اوف انجل اي سي اي e. ونيجي بقى نسترجع مع بعضينا بريب 1 الفيرست تيرم درس الكونجرونس اللي هو ان تو أنجلز اللي هم مين؟ اي بي دي اي بي دي و اي سي اي مالهم الاثنين دول سنس هنكتب الثلاث شروط سنس مين اي بي ايكوال اي سي اي تاني البي دي ايكوال سي اي البي دي ايكوال سي اي وده كده جيفن وده برضك جيفن ايه بقى اللي احنا جبناها والميجر اوف انجل اي بي دي هيكوال معايا الميجر اوف انجل اي سي اي يبقى ده ايه ده تالت كونديشن عندي طب خد بالك بقى احنا لما كنا بنتكلم عن درس الكونجرونس الحاله دي كانت ايه كانت سايد انجل سايد بس كان في كونديشن عندي في الحاله دي لازم تكون الانجل انكلودد بتوين الايه التو سايدز وده متحقق فعلا عندي هنا يبقى اقدر اقول ان الاثنين دول ايه الاثنين دول كونجرونت يبقى هنا زين التراينجل عندي اي بي دي is congruent to triangle ACE تمام وبين قوسين كده اكتب side angle side وبعد كده هنكتب we deduce from congruence that ايه بقى اللي احنا هنستنتجه ان ال AD equal AE تعالوا طيب نشوف مع بعضينا اكزامبل 3 في عندي مجموعه حاجات جيفن باينه عندي ان الدي اي -E باراليل السي بي وعندي الاي بي سي ده تراينجل موجود فيه الاي بي ايكوال اي سي بيقول لي فايند الفاليو اوف اكس ثاني حاجه عايز الميجر اوف انجل اي دي اي اي دي اي للانجل دي طيب اولا أنا عندي التراينجل ده ايسوسلس معنى كده ان دي 3 اكس ودي اي 3 اكس اللي تو بيز انجلز ار ايكوال يبقى هقول ان تراينجل اي بي سي since إنّ الاي بي AC يبقى then the measure of angle B بي the measure of angle C ايكوال 3 3x وسنس إنّ the measure of angle A plus the measure of angle B plus the measure of angle C equal 180 إحنا عارفين إنّ كلّهم على بعضيهم 180 ديجريز وخدنا الكلام ده السنه اللي فاتت يبقى ده معناه ايه ده معناه ان زين 6x plus 3x plus 3x equal كام equal 180 ديجريز ده معناه ان uh, 6 plus 3 9 plus 3 12 يبقى 12 12x equal 180 ديجريز يعني الاكس هت equal 180 divided ال 12 which is 15 ايه ديجريز 15 ديجريز كده انا جبت الفاليو بتاعه الايه الاكس لما تكون دي 15 يبقى معنى كده الميجر اوف انجل سي ايكوال كام يبقى زين الميجر اوف انجل سي هتيكوال معايا 3X 3 X هتيكوال 3 تايمز ال 15 ويتش از ايه 45 ايه ديجريز طيب خد بالك انا عندي سنس ان الدي اي ري بارلل للسي بي لاين سيجمنت اند من الترانسفيرسال بتاعهم السي دي اند سي دي لاين سيجمنت از ترانسفيرسال يبقى زين الميجر اوف انجل اي سي بي بلس الميجر اوف انجل اللي فوق اي دي اي هيكوال 180 ديجريز ليه؟ بين براكتس نكتب السبب اللي هم انتيريور angles تمام يبقى معنا كده يبقى زين الميجر اوف انجل اي دي اي هي equal معايا 180 ماينص الاي ال45 which is 135 A ديجريز طيب نيجي نشوف بعد كده مديني مجموعة رسومات بيقول ان of the following figures find the value of the symbols used as measures for the angles. طيب هو بيقول لي هنا عايز ال x وال y هنيجي نشوف مع بعضين يعني اولا ده isosceles triangle ده قد ده يبقى البيز base angles زي بعض يبقى دي قد دي يبقى دي لما تكون 55 يبقى ال x بكام؟ ب 55 طيب يبقى هما الاثنين كام؟ 55 55 و 110 يبقى الواي بكام؟ الواي هتيكوال 180 ماينس 110 اللي هي ايه؟ 70 degrees طب نيجي هنا عايزين الاكس اولا دي 48 يبقى دي كام 48 ليه البيز انجلز قد بعض طب 48 و 48 يبقى كام يبقى 96 طب 96 ده كله 180 ال 96 لما اجي اقول 180 ماينس ال 96 يديني كام يديني 84 يبقى الاكس عندي بال 80 ايه بال 84 طيب وانا عندي الواي بتسبلمنت الايه ال 48 يعني الواي بتساوي 180 ماينس الايه ال48 اللي هي هتيكوال معانا 100 اند ايه اند 32 نيجي نشوف مع بعض ده ايزوستنجل دي هنا 21 يبقى دي هنا عندي كام 21 يبقى الاكس عندي هتيكوال كام يبقى الاثنين دول مع بعض ايه 40 كام 42 يبقى الاكس ايكوال 180 ماينس ال42 اللي هي 138 طيب يبقى دي 138 يبقى اللي جنبيها كام يبقى اللي جنبيها 42 يبقى دي لما يكون 42 يبقى دي هنا كام؟ بردك 42 يبقى هنا 40 42 الاثنين دول على بعض يدوني كام؟ يدوني 84 طيب ال 84 لما 180 ماينص ال 84 يديني كام؟ يديني 96 نيجي المسألة اللي بعد كده عندي الستريت لاين ده باراليل ده يبقى انا عندي دي هنا 65 يبقى الانجل دي اولترنيت لمين للانجل دي؟ دي ودي الاثنين alternate يبقى دي 65 فبالتالي الاكس عندي ايه؟ 65 طب 65 بلس 65 130 يتبقى كام على 180 يتبقى الايه؟ يتبقى ال 50 ايه؟ 50 ديجريز طيب هنا دي عندي 2x يبقى دي هنا عندي كام؟ 2x كل الانجلز دي على بعضهم كام؟ 180 ديجريز يبقى انا عندي ال 4x بلس 2x بلس 2x ايكوال 100 اند ايه؟ 80 ديجريز يعني ال 8 اكسز ايكوال 180 يبقى الاكس عندي ايكوال 180 ديفايد مين ديفايدد ال 8 اللي هي هتدينا 22.5 ديجريز طيب نيجي هنا انا عندي السايد uh, uh, ده قد السايد ده يبقى الانجل دي قد مين قد الانجل دي الانجل دي كده 2 اكس بلس كام بلس 12 طيب يبقى كلهم على بعض كام 180 ديجريز يبقى انا عندي هنا 2x بلس 12 بلس 2x بلس 12 بلس 3x بلس 9 ايكوال معايا 180 ديجريز 2 بلس 2 بلس 3 ايكوال 7 يبقى 7x بلس 12 بلس 12 24 24 بلس يبقى 33 ايكوال كام 180 ديجريز يبقى 7x هتيكوال معايا 180 33 يبقى الاكس عندي هت ايكوال 180 -30, 3 33 ديفايدد الايه؟ ال 7 اللي هي هتدينا 21 ايه؟ 21 ديجريز. تعالوا نشوف مع بعضينا كرولر اللي كنا واخدينها قبل كده if the triangle is equilateral then it's equiangular where each angle measure is 60 خدناها قبل كده طبعا لما يكون عندي equilateral triangle يبقى دي 60 ودي 60 ودي ايه 60 جت ازاي كلهم 180 عملنا لهم ديفايد 3 يبقى الواحده عندي بكام ب 60 زي ما قلت لكم درس يعني سهل جدا والحاجات كلها واخدينها قبل كده اكزامبل uh, 4 بيقول لي في الاوبوزيت فيجر بيقول لي فايند الميجر اوف انجل بي سي دي البي سي دي عايز الانجل دي كلها وعايز الميجر اوف انجل بي اي دي وعايز البي اي دي وعايزين دي كلها يبقى لازم اجيب دي ودي ولازم اجيب دي ودي اولا ان تريانجل اي بي سي سينس ان الاي بي ايكوال بي سي ايكوال سي دي يبقى ذن الميجر اوف انجل اي ايكوال الميجر اوف انجل بي ايكوال الميجر اوف انجل سي ايكوال كام 60 ديجري مستر الانجل سي كل دي انت تقصد الانجل دي لا انا اقصد دي خد بالك لان انا قايل لك قبليها في التريانجل ABC سي يعني يبقى انا بتكلم على السي اللي جوه التريانجل ABC بي سي اوكي ولو حاولت توضحها اكتر ممكن تقول اي سي بي مش مشكله بس دي ما فيهاش فيها غلط يعني انت لو كتبتها ما فيش فيها غلط لان انت مهد قبليها لو مش عامل دي قبليها لا لو كتبت الميجر اوف انجل سي هنعتبرها كل دي كده ما بقتش متوضحه لازم توضحها لي بالظبط لو انت مش هتكتب ايه في التريانجل ABC بي سي خلاص يبقى انا عرفت ان دي كده 60 ديجريز ودي 60 ديجريز ودي 60 ايه ديجريز طيب في الترينجل ده الترينجل ده ايسوسلس لان ده قد ده يبقى دي 70 ودي ايه ودي 70 وان في الترينجل اي دي سي اي دي سي سينس ان الاي سي ايكوال اي دي يبقى زين الميجر اوف انجل دي ايكوال الميجر اوف انجل ايه انجل سي ايكوال كام ايكوال 70 ديجريز يبقى دي كمان 70 ديجريز طيب الميجر اوف انجل ايه ايكوال كام الميجر اوف انجل ايه هي equal 180 ماينس ال 70 بلس ال 70 اللي هي هتيكوال 180 ماينس 140 ويتش از 40 ايه 40 ديجريز يبقى احنا جبنا كمان دي كده 40 ايه 40 ديجريز يبقى زين اللي احنا بقى عايزينه الميجر اوف انجل بي سي دي البي سي دي هيكوال كام؟ هيكوال 60 بلس 70 which is 130 degrees والميجر اوف انجل بي اي دي ده هيكوال معانا كام؟ 60 بلس 40 which is 100 ايه؟ 100 degrees طيب نيجي اللي بعد كده in each of the following figures عايز ال بتاعت الايه؟ ال اللي موجوده تحت طيب انا عندي ده equilateral يبقى 60 60 60 يبقى دي كده عندي كام؟ دي 60. لما تكون دي 60، السبلمنتري بتاعها كام؟ طبعًا 100 إيه؟ 120. طبعًا أنا بتكلم مع ناس المفروض في بريب 2. يعني لما أقول لك دي 60، 120، ما, ت... ما تقوليش دي جت إزاي؟ دي بتسبلمنت دي. لو الحاجات دي أنت مش عارفها، لا أنت عندك مشكلة. لازم ترجع بريب 1 تذاكر الأول أول درسين، اللي هي الريليشنز بتوين الإيه؟ الأنجلز. الحاجات دي ما ينفعش تسقط منك. طب نيجي هنا، أول معنية تلمح تلاقي ده زي ده زي ده، يبقى على طول أكتب 60، 60 60 اوكي طيب الاقي ده ايسوسلس يبقى الاثنين دول قد بعض طيب دي 50 يبقى الاثنين دول كام الاثنين دول 130 يبقى الواحده كام كل واحده 130 ديفايد 2 يبقى دي كده 65 ودي كده ايه 65 يبقى الاكس عندي 65 ديجريز والواي عندي 65 بلس 60 120 ايه 25 طب نيجي هنا اول معناه تلمح ليكولاترال اكتف 60 60 60 اوكي okay. طيب دي 100 اه اوعى تقول لي دي 100 لان ما ينفعش 100 و100 200 يبقى هو مش قصده ال100 على الصغيره دي لا ال100 دي على كل ده يبقى دي لما تكون 60 يبقى دي لوحدها كام دي لوحدها 40 يبقى دي لما تكون 40 يبقى دي كام يبقى دي 40 40 و40 80 يبقى دي 100 يبقى دي كده 40 ديجريز والواي ايه 100 ايه 100 ديجريز تعالوا مع بعضنا نشوف بعض السلكتد اكسرسايز على ليسون 3 اول اكسرسايز معايا بيقول لي ان إيتش اوف ذا فولوينج فايند ذا فاليو اوف ذا سيمبل يوزد فور ذا ميجر اوف ذا انجل طبعا الحاجات دي كلها سهله انا عندي هنا الاثنين قد بعض يبقى البيز انجلز قد بعض يبقى دي 50 يبقى دي 50 طبعا عندي هنا ده قد ده يبقى دي 60 ايه؟ 62 يبقى ده عباره عن ايه؟ 62 بلس 62 124 يبقى الإكس هتيكوال 180 ماينس 124 اللي هي 50 إيه؟ 56 طيب نيجي هنا دي 54 خد بالك بقى خد بالك من دي ده قد ده يبقى مين اللي قد بعض؟ يبقى الأنجل دي هي اللي قد الأنجل دي على حسب ممكن أنت حد إيه يتلخبط يلاقي الاثنين دول قد بعض يقول لك يبقى دي قد دي لا دي مش قد دي الانجل السايد uh, ده قد السايد ده يبقى الانجل دي قد الانجل دي يبقى دي 54 يبقى الاثنين دول مع بعضيهم كام 180 ماينص ال 54 اللي هي 120 A, 26 يبقى الواي عندي ايكوال كام ايكوال 60 A, 63 هنا عندي السايد ده ايكوال السايد ده يبقى الانجل دي ايكوال الانجل دي يبقى ال ال عندي ب 65 طيب 65 65 130 يبقى الزد عندي بكام ب 50 ديجريز طيب اللي بعد كده دي 63 يبقى دي 63 يبقى عندي 63 و 63 126 يبقى الاكس عندي ب 54 دي كده 54 والواي عندي هتيكوال ايه هتيكوال 180 ال 63 اللي هي 100 اند ايه اند 17 هنا السايد ده ايكوال السايد ده الاثنين دول قد بعض يبقى الاثنين دول عباره عن 180 42 يبقى الاثنين دول uh, 138 138 ديفايد 2 يبقى يديني uh, 69 يبقى دي كده 69 ودي هنا ايه 69 يبقى واي عندي ايكوال كام ايكوال 180 ماينص 69 اللي هي هتيكوال عندي 100 اند 11 ده عندي ايكوالاترال يبقى دي 60 ودي هنا 60 ودي هنا ايه 60 طيب دي الاكس بتسبلمنت الانجل دي يبقى الاكس 120 طيب دي هنا 126 يبقى عندي دي بتسبلمنت دي يبقى دي عندي كده uh, 50 54 طيب دي قد دي يبقى الاثنين دول 180 ماينص uh, ال 54 اللي هي هتيكوال 126 ديفايد تو اللي هي uh, 63 يبقى الاكس عندي 63 والواي عندي uh, 50 54 نيجي لإكسرسايز تو complete. Uh, the base angles of the isosceles triangle are congruent. طب لو حد كتب إيكوالز تمشي مفيش مشكلة. The measure of each angle in the equilateral triangle equals 60 degrees. In a triangle DEF if DE equal DF then the measure of angle E equal A. اعملها كده عشان ما تتلخبطش ادي اهو. هو, هو بيقول لك DE equal DF يبقى دي D. e f يعني ده كده قد مين قد ده كده يبقى الميجر اوف انجل e ايكوال كام الميجر اوف انجل f in the isosceles triangle if the measure of one of the two base angles is 65 then the measure of its vertex خد بالك هنا بيخدعك بقى هو مش مش التانية اختها لا دي الفيرتكس اللي هي البعيدة طب لما دي يكون 65 يبقى اختها كام؟ اختها زيها 65 يبقى الاثنين مع بعض 130 يبقى الفيرتكس 180 130 اللي هي 50A 50 ايه؟ 50 ديجريز طيب ان ذا ايزوستس triangle اف ذا ميجر اوف ذا فيرتكس 40 يبقى الاثنين التانيين كام؟ 180 40 يبقى 140 then ذا ميجر اوف وان اوف ذا تو في البيز انجلز ايكوال كام؟ 140 ديفايد 2 which is 70 ديجريز طيب في الترينجل اي بي سي لو الاي بي ايكوال اي سي لو اي ترينجل اهو اي بي سي قال لك اي بي ايكوال اي سي طيب والميجر اوف انجل اي ايكوال 80 الفيرتكس عندي 80 يبقى الاثنين دول 100 زين الميجر اوف انجل بي ايكوال الميجر اوف انجل سي ايكوال كام ايكوال 50 اي 50 ديجريز exercise 3 choose the correct answer from those given triangle xyz لو عندي x y y z x z يعني the three sides are equal يبقى the measure of angle x equal كام equal 60 A degrees quadrilateral طيب the measure of the exterior angle of the equilateral triangles equal ايه انا عندي equilateral اهو 60 60 60 يبقى exterior بتاعته دي equal ايه equal 120 طيب في التراينجل اي بي سي از رايت انجلد ات اي يعني عامل كيدز ادي الاي وادي البي وادي السي طيب والاي بي ايكوال ايه اي سي يبقى المجر اوف انجل بي ايكوال كام يبقى الاثنين دول المفروض ان هم 90 ديجريز يبقى 90 divided 2 يبقى 40 ايه 45 ديجريز طيب اف ذا ميجر اوف one اوف ذا تو base انجلز في الايسوسلس 30 يبقى الترينجل از ايه اوبتيوز انجلز ولا اكيوت ولا رايت ولا ايكوالاترال طبعا ما ينفعش يبقى ايكوالاترال طب لما يكون البيز عندي 30 يبقى الثانيه كام 30 يبقى الفيرتكس عندي بكام يبقى الفيرتكس عندي بايه ب 100 اند ايه اند 20 يبقى طالما ظهرت عندك انجل اوبتيوز يبقى لازم الترانجل يكون اوبتيوز ايه اوبتيوز انجلز طيب في الترانجل اكس واي زد لو اكس واي ايكوال اكس زد يبقى الاكستيريور انجل ات ذا فيرتكس زد از ايه طيب تعال نشوفها مع بعض كده اهو ادي عندي الاكس واي زد ادي عندي هنا اكس الاكس واي ايكوال الاكس ايه اكس زد طيب الاكسستيرور بقى عند الايه عند الزد ادي الزد اهي الاكسستيرور دي عند الزد عباره عن ايه عباره عن اكيوت ولا اوبتيوس ولا رايت right ولا ريفلكس عباره عن اوبتيوس نيجي نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده بروبلم 10 مديني انفورميشن عندي على عن الرسمه جيفن بيقول لي فايند باي بروف الميجر اوف انجل بي سي دي b c uh, d عايز كل دي طيب انت شايف بعينيك ان ده عندك ايكواتيرال يبقى دي 60 60 60 وانا عندي في الجيفن بيقول لي ان ال اي بي ايكوال اي سي يعني ده كده ايكوال ايه ده كده كله ال سي كله يبقى معنى كده ان الاثنين دول ايكوال ودي 80 يبقى الاثنين دول 100 يبقى واحده منهم ب 50 يبقى 50 و 60 100 اند 10 يبقى هنقول ان تريانجل دي اي سي since ان دي اي ايكوال اي سي ايكوال سي دي يبقى زين الميجر اوف انجل دي سي اي ايكوال 60 ديجريز طيب وان تراينجل اي بي سي سنس ان الاي بي ايكوال الاي سي يبقى زين El measure of angle B هتيكوال معايا measure of angle ACB C B معايا 180 minus 80 divided by 2 which is 50A 50 degrees يبقى زين measure of angle BCD C D هتأكول معانا measure of angle DCE plus اوف measure of angle ACB اللي هي 60 degrees plus 50 degrees which is 110 and, the and the 10 degrees. نيجي نشوف بروبلم 14 ودي انا بعتبرها مساله مهمه ودايما لما اكون مساله مهمه بحط لك السيمبل ده اللي هو very important. problem 14 دي اهم مساله في الاكسرسايز. ليه؟ عشان المساله دي ما بتتحلش الا بالكونجرونس وفكره الحل بتغيب عن الناس كتير. فنركز في المساله دي وخليك عارف شكلها عشان لو جات لك ملهاش غير حل وحيد الا وهو الكونجرونس طيب في الترينج اللي انت شايفه ده الاي بي سي الاي بي سي ده ايسوسلس يعني ده قد ده ومديني ده قد ايه قد ده وبيقول لي بروف ذات اثبت لي ان الاي دي اي اللي جوه ده ايسوسلس ترينجل اوكي طيب انا عندي الاي بي ايكوال الاي سي يبقى الميجر اوف انجل بي ايكوال مين الميجر اوف انجل سي نيجي نبص بقى للتو ترينجلز دول ترينجل ده كده والترينجل ده كده تلاقي ان الشروط بتاعة الكونجرونس بتحققها ما بينهم سايد وسايد وانكلودد انجل يبقى الاثنين دول ايه كونجرونت وهينتج من الكونجرونس ان الاي دي ايكوال اي اي وبالتالي ده عندي ايزوسلس ترينجل وطالما ده ايزوسلس ترينجل يبقى لازم الانجل اي اي دي بتكون كونجرونت للانجل اي دي E. طيب نشتغل فيها مع بعض هنقول ان triangle ABC since ان ال AB equal ال AC يبقى then the measure of angle ABC equal the measure of angle ACB طيب. بعد كده ان تو بتوعي اي بي دي اي دي بي و اي اي e, سي مالهم دول سنس ان الاي بي ايكوال اي سي كمان والدي بي ايكوال اي سي ده جيفن ايه كمان الميجر اوف انجل اي بي سي بتيكوال معايا الميجر اوف انجل اي يبقى زين الترينجل اي دي بي is congruent to triangle AEC. وبعد كده هنستنتج ايه من هذا الكونجرونس we deduce from congruence that that A by deduce in the AD equal AE. we since in the AD equal AE يبقى then the triangle ADE is an isosceles triangle <applause> تمام و since ان ال AD equal AE then ال angle AED is congruent to ال angle ADE طيب المسألة دي أنا بعتبرها مسألة مهمة ركز إيه؟ ركز فيها وخليك عارف الفكرة بتاعتها. البروبلم uh, اللي بعد كده uh, في عندك مجموعه انفورميشن جيفن بيقول لي بروف ذات ال اي ال اي بايسكتس انجل دي اي سي طيب انا عندي ده اللي قدامي ده بارلل ده وده ايكوال ده سنس ان ده ايكوال ده يبقى الانجل دي ايكوال الانجل ايه الانجل دي طب تعالى بص بقى اولا انت عندك الاي اي بارلل مين البي سي والاي سي ترانسفيرسال يبقى الانجل دي والانجل دي الاثنين مالهم؟ الاثنين ايكوال ليه؟ الاثنين التارنيت وايه كمان؟ الانجل دي والانجل دي مالهم الاثنين دول؟ الاثنين دول ايكوال ليه؟ الاثنين دول كريسبوندنج كريسبوندنج انجلز لان انا عندي الاي اي بارلل السي بي والاي بي ترانسفيرسال يبقى الانجل دي والانجل دي الاثنين كريسبوندنج ولو انت عندك مشكله في درس البارلليزم ارجع اعمل عليه ريفيجن لان درس البارلليزم درس مهم وماشي معاك على طول طيب يبقى سنس ان الانجل دي ايكوال الانجل دي يبقى الاي -E اي الانجل دي اي طيب تعالوا مع بعضنا نحلها ان تريانجل اي بي سي سنس ان الاي بي ايكوال اي سي يبقى زين المجروف اوف انجل اي بي سي ايكوال measure انجل اي سي بي إن الـ AE ray parallel the CB uh, line segment and the AC is the transversal يبقى then the measure of angle ACB uh, بت equal the measure of angle EAC. دي كده 1 ودي كده ايه ودي كده 2 وسنس ان ال اي اي بارالل السي بي اند ال بي از ترانسفيرسال يبقى زين الميجر اوف انجل دي اي اي بتيكوال الميجر اوف انجل اي بي سي ودي كده 3 هنا نكتب corresponding انجلز وهنا نكتب اولترنيت انجلز يبقى from 1 و 2 و 3 يبقى زين الميجر of انجل دي اي اي بتساوي الميجر اوف انجل يبقى زين الاي اي الانجل مين دي اي 23 انت عندك السايد ده ايكوال السايد ده وبالتالي الانجل دي ايكوال الانجل دي يبقى دي عندي equation

3x نجيبها هنا وال13 نجيبها هنا يبقى عندي هنا 2x هنا 3x البوزيتيف تبقى ماينص ال3x هتيكوال نيجاتيف ال17 وال13 تروح هنا نيجاتيف ايه 13 يبقى نيجاتيف x هتيكوال معايا نيجاتيف 30 يبقى عندي الx ايكوال كام 30 ديجريز عايزين بعد كده نجيب ايه فايند the اوف ذا انجلز اوف الترينجل اي بي سي كل الانجلز بتاعتي يبقى الميجر اوف انجل بي هت ايكوال ايه هت 2x بلس 13 اللي هي هت 2 تايمز 30 بلس 13 which is 60 بلس 13 اللي هي هت 70 ايه 73 ديجريز طيب وانت عندك ان الميجر اوف انجل بي ايكوال ميجر اوف انجل سي يبقى الميجر اوف انجل سي ايكوال كام ايكوال برضك 70 ايه 3 ديجريز يبقى اخر حاجه عندي الميجر اوف انجل A هتيكوال معايا 180 ماينص ال 73 بلس ال 73 اللي هي هتيكوال معانا 180 ماينص 164 which is a 34 a degrees نيجي اللي بعد كده في الاوبزيت فيجر بيقول لي فايند باي بروف عايز الميجر اوف انجل ام اكس ال عايز دي طيب خد بالك اولا انا عندي تو uh, تريانجلز عندي دي 90 ودي 90 ومش مديني اي انفورميشن ثانيه لاحظ ان التراينجل ده والتريانجل ده فيه سايد زي سايد وسايد زي سايد وانجل انكلودد يبقى انا هشتغل بالكونجرونس يبقى انا عندي هقول ان تو مين اكس واي ام اند الثاني اللي هو ام ال زد -M. ال هنقول سينس ان الاكس واي بي معايا زد ام اند الام واي هي معايا ال زد والميجر اوف انجل واي هي معايا الميجر اوف انجل زد يبقى زين triangle X Y M is congruent to triangle M Z L. هنستنتج <applause> من هنا إيه بقى؟ يبقى we deduce from congruence that the measure of angle Y X M equal المجروف انجل ال ام زد يعني الانجل دي ايكوال مين الانجل دي والمجروف انجل واي ام اكس هتيكوال المجر انجل زد ال ام يعني الانجل دي ايكوال مين ايكوال الانجل دي وهنستنتج برضو ان الام اكس بتيكوال معايا مين الام ال السايد ده ايكوال مين السايد ده طيب انا دلوقتي عرفت ان الانجل دي ايكوال مين ايكوال الانجل دي طيب خد بالك بقى من حاجه مهمه المفروض ان دي ايه دي 90 يعني الانجل دي والانجل دي ايكوال كام ايكوال 90 وانت عندك دي ودي الاثنين ايه يعني دي قد دي ودي ودي 90 يبقى دي ودي ايه 90 ودي كلها ستريت يبقى دي لازم تكون رايت right. يبقى هنقول ان سنس ان الميجر اوف انجل واي ام زد واي ام زد ايكوال 180 degrees اند الميجر اوف انجل واي ام اكس واي ام اكس بلس الميجر اوف انجل زد ام ال ايكوال 90 ديجريز ليه 90 لان انا زي ما قلت لك دي كده 90 يبقى الاثنين دول 90 طب ودي ايكوال دي يبقى دي ودي الاثنين 90 يبقى 180 ماينس 90 يبقى يديني دي ايه 90 يبقى زين الميجر اوف انجل اكس ام ال ايكوال معانا كام 180 ديجريز ماينس 90 which is a 90 degrees يبقى في التريانجل بقى ان التريانجل اللي هو اللي هو اللي فوق ده اللي عندنا اكس ام ال اكس ام ال سنس ان الام اكس ايكوال ام ال يبقى زين الميجر اوف انجل اكس ايكوال الميجر of angle l يبقى معنى كده ان دي equal كام 90 divided 2 which is 44 يبقى زين المجر اوف انجل ام اكس ال ايكوال كام 90 ديفايد 2 which is 45 a 45 a degrees problem 28 عندي مجموعه حاجات جيفن عندي السايد ده ايكوال السايد ده والسايد ده ايكوال السايد ده بيقول لي بروف ذات المجر اوف انجل بي اي اي بي اي اي اللي هي الانجل دي مالها بتيكوال 4 تايمز الميجر اوف انجل بي سي دي بي سي دي اللي هي 4 تايمز الايه الانجل دي طيب اولا الانجل دي اتحرك بيها دي بتيكوال ايه دي بتيكوال دي يبقى ان تراينجل سي دي بي سنس ان السي دي ايكوال الدي بي يبقى زين الميجر اوف انجل دي سي بي او بي سي دي ايكوال الميجر اوف انجل دي بي سي يبقى انا ثبت كده ان دي ايكوال ايه ايكوال دي طيب وعندي في التراينجل الثاني ان تراينجل اي بي دي سينس ان الاي بي ايكوال دي يبقى زين الميجر اوف انجل دي قد ايه قد دي اي بي دي هتيكوال الميجر اوف انجل اي دي بي طيب بص معايا بقى المفروض ان الانجل دي عباره عن ايه الانجل دي اكستيرير بالنسبه للتراينجل ده يبقى بتيكوال ايه بتيكوال الاثنين البعاد يعني سنس ان الانجل دي اكستيرير للتراينجل اي اه بي دي سو so الانجل دي هتيكوال دي بلس دي طيب والانجل دي اكستيرير بالنسبه للتراينجل ده يبقى الأنجل دي بتيكوال الاتنين البعات يبقى دي بتيكوال اتنين من دول، ودي بتيكوال اتنين من دول، يبقى دي 4 تايمز الإيه؟ الأنجل دي. تعالوا نشوف هنكتبها ان ازاي. هنقول: since الأنجل B A E is an exterior angle for the triangle. اللي هو اي بي دي يبقى زين الميجر اوف انجل بي اي اي هت ايكوال الميجر اوف انجل اي دي بي بلس الميجر اوف انجل اي بي دي اللي هي هت ايكوال 2 تايمز الميجر Of angle ADB يبقى دي كده 1 لان الاتنين دول قد بعض طيب و since ان angle ADB is an exterior angle for the triangle CDB

CD ودي نمبر ايه ودي نمبر 2 طيب انا عندي دلوقتي ال BAE 2 تايمز ال ADB وال ADB 2 تايمز ال BCV يبقى فروم 1 اند 2 يبقى الميجر اوف انجل BAE هي ايكوال 2 تايمز هشيل بقى ال اي دي بي واحط 2 تايمز البي سي دي 2 يبقى زين الميجر اوف انجل بي اي اي هت ايكوال 4 تايمز الميجر اوف انجل بي سي دي وبكده يبقى احنا خلصنا مع بعضينا ليسون 3 ليسون سهل جدا مفيش فيه مشاكل المسائل طبعا كلها سهله باستثناء فكره ان يجي لك المساله اللي فيها التو تراينجلز تعمل لهم كونجرونس والافكار بتاعه المسائل زي دي يعني تبقى انت عارف ان الاكستيرور بتساوي الاثنين الايه البعاد الافكار كلها بسيطه مفيش فيها مشكله خالص لو في عندك اي مشاكل في درس الباراليزم ارجع راجعه لو في عندك مشاكل في درس الكونجرونس ارجع راجعه لو في عندك مشاكل في درس الريليشن بتوين الانجلز ارجع راجع الكلام ده كله لان يعني انت ما ينفعش انت دلوقتي بريب 2 ما ينفعش تمشي وفي حاجه تقع منك وبالتوفيق ان شاء الله